صباح الخير عليك يا كريم، انت نهاوند، على جمهور اهلي العظيم وعلى مشاهدينا العظيم. النهارده هنتكلم على حاجه بتهم كل اولياء الامور، ازاي امرن اولادي او يتمرنوا امتى في الجيم او يروحوا الجيم ولا لا، او جيم مفيد للاطفال ولا لا. جيم مفيد للاطفال من سن 6 سنين، مهم جدا ليهم حتى لو كانوا بيلعبوا العاب رياضيه، يعني لو كان بيلعب كره قدم، بيلعب باسكت، بيلعب سكواش، اي لعبه. الجيم مفيد جدا ليهم علشان ده بيعيد تكوين جسمهم وبيخليهم يستفيدوا من الاكل اللي بياكلوه. حتى اطفال بتمارس رياضه مهم ليهم عشان يخلي كل عضلات جسمهم قويه. بس ازاي يتمرن ويتمرن ايه، هو ده المهم جوه الجيم. يلا بينا. اهم حاجه في التمرين بتاع اي طفل ان انا بركز في شده التمرين، ما بقاش زيه زي اي حد كبير. شده التمرين بالنسبه له ما تزيدش عن من 70 ل 80%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش يشيل وزن تقيل ويلعب بيه. بيعمل حاجه اسمها لايت ويتس، والاحسن هو يتمرن بالاساتك، وده هنورينا النهارده. تمارينه كلها بتخش في حته التوقف العضلي العصبي، ازاي اعلمه يتحكم في عضلات جسمه وفي حركات جسمه. هو ده اللي بيخليه يحرق كالوريز كتير، اللي هي سعرات حراريه يعني، عشان يخلي الجسم الاكل ما يتخزنش في جسمه على هيئه دهون، بل بالعكس يتخزن على هيئه عضلات، يبقى عضلاته قويه وعظمه قوي، لانه لسه في مرحله التكوين الجسماني. زي مثلا لما بيروح الجيم، المدرب بتاع الجيم بيركز ان تمارينه كلها تبقى ليها علاقه بالتوافق العضلي العصبي. كده بيبدا الحركه مثلا رجلين مفتوحه، وبعد كده ينزل على رجل واحده، يفتح رجليه تاني، يخش برجليه التانيه. الحركات دي بتخليه ازاي يخلي عضلات جسمه ومخه يبعت الاشارات للحركات دي. نعملها تاني. زي لو عندي طفل في البيت دلوقتي، ممكن ارسم له علامات على الارض واقول له يعملها ازاي، ودي مفيده جدا ليه. افتح رجلي، هرجع رجل واحده، افتح رجلي الاثنين، انزل برجلي. دي هتقوي عضلات رجليه. ممكن اجيب له ستاب زي ده، او لو في الجيم بيروح يلعب على ستاب زي ده، اعلمه ازاي ينقل جسمه من على رجل لرجل تاني، يطلع وينزل على رجل التاني. او جامب، او جامب. كده انا قويت الرجلين اللي بتعمل جامب. او اطلع برجلي اليمين وانزل برجلي الشمال، اعكس واكس، جامب وانزل برجل واحد. دي كلها مجموعه حركات ان هو ازاي يخليه يحرك جسمه. طيب، او لو انا اخليه عايز يقوي العضلات بتاعت الرجل دي، وفي نفس الوقت اخليه يعمل كيك بس ينزل على مشط رجليه مش على كعب رجليه. تاني كيك، لقيته بقى شاطر في دي، اخليه يبتدي يرفع رجليه لقدام، كيك كيك. والاحسن ان انا احط له تارجت يلمسه، يعني زي ايد ايد. خلص اليمين، ثانيه ني ني، حط له تارجت بقى ويعمل كيك كيك كيك. كده بيقوي عضلات بطنه وعضلات رجليه. لو انا في الجيم او في البيت مش هتفرق، الاحسن يستخدم الاستك. طب ليه استك؟ عشان الاستك فيه مقاومه متغيره. ممكن اشتغل على جهاز زي كده لو عندي جهاز في الجيم. هخش مثلا هعمل هشد وارجع تاني. مش المهم ان هو يعمل اقصى حاجه عنده او يوصل لاعلى، يعني مثلا لو عمل 15 عده، احنا بنقول شده التمرين 70%. لو بيشيل 100 كيلو في 15 عده يبقى يشيل 70 كيلو بس. لو بيشيل 10 كيلو في 15 عده، يعني كده عمل 15 اخر عده وشال 10 كيلو، لا ده انا هخليهم 7 كيلو واخليه يعمل برده 15 عده. دي الشده اللي هي 70%. نفس مهم قوي في مرحله الاطفال، ان انا اعلمه الحركه صح، لان دي اللي هيكمل بيها بقيه عمره، وده اللي هيبقى مشروع بطل بيها، ان يخليه المخ يبعت الاشارات صح، العضلات تتحرك صح، عشان ده اللي هيفيده بعد كده في المستقبل، يفضل طول عمره متسيستم عليه. زي ما بنسطب ويندوز للكمبيوتر كده، او بنسطب اي برنامج على الكمبيوتر، لو البرنامج ده كويس هيكمل، لكن لو البرنامج فيه اي مشاكل مش هيشتغل. يبقى صح ان انا اسطب له الحركه صح. الاحسن انا اشتغل باستك، لان الاستك المقاومه بتاعته متغيره. يعني ايه متغيره؟ يعني هنا المقاومه ضعيفه، هنا اقوى، هنا اقوى. فبالنسبه للطفل هيبعد هنا مثلا واخليه ياخد وضع السكوات، يبقى هو رجليه عضلات رجليه شغاله، وفي نفس الوقت
هشغل عضلات ظهره كده، اعلي البالانس عنده ان انا اخليه يرفع رجل ويشتغل بايديه. ممكن ارفع الرجل الثانيه بس لقدام، الرجل اللي واقف عليها الركبه ما تتفرتش، لازم الحركات دي تتسيف عنده عشان هيستفيد منها طول عمره. لو هيلعب تشست ما شايلوش دامبلز واوزان تقيله تبقى خطر عليه عشان مش هيعرف يتحكم في عضلاته، لا اساتك حاجات فيها سيفتي دي او امان. كده انا بمرن تشست، كوعي جنب الشست، ظهري مفروض، ركبتي سنه صغيره، بطني مشدوده. حركه تانيه بريس، كده انا بعلمه الحركات صح وايه العضلات هيستفيد منها. ممكن اتمرن بايسبس او ترايسبس، وجميع الاطفال بيبقوا بيحبوا الحاجات دي عشان شايفين ان البودي بيلدينج او العضلات دي مهمه، ومش هياكل الا ما تقول له لازم تاكل عشان تطلع عضلات، فده المهم بالنسبه له، يبقى حافز ان هو يتمرن. ده تمرين للبايسبس، اللي جاي ده تمرين للكتف. هو لازم يركز قوي ان جسمه يبقى مشدود، ركبته سنه صغيره، طلع النفس فوق، سهل بالنسبه له ياخد الاستيك يزق لفوق. عايز بقى اخليه اقوى، ننزل سكوات، خليه يقعد لورا ويزق لفوق. لو بيلعب فولي ده تمرين حلو ليه، والباسكت نفس الكلام، يعني ممكن ابديه تمرينات وظيفيه للالعاب اللي بيلعبها. دي بعض التمارين اللي بتفيد الاطفال قوي في حته التكوين الجسماني بتاعها، ازاي اخلي عضله قوي وازاي اخلي عضلاته قويه ويطلع كتكوين جسماني في المستقبل يبقى بطل. ربنا يحفظ اولادنا جميعا ويحفظكم جميعا. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.